السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنرسم رسمة منظر طبيعي جديدة، ان شاء الله تعجبكم، ونبدأ نرسم مع بعض الرسمة واحدة واحدة. وزي ما انتوا هتشوفوا في الرسمة ان احنا هنبدأ نعمل شغل جديد ونظلل، ونبدأ نشتغل على تظليل المساحات اللي هي الفاتحة قدامنا والغامقة، وازاي نعمل تضاريس القمر اللي هنشوفه دلوقتي في الليل اللي هنتفرج عليه. يلا نبدأ معانا. اول حاجة هنرسمها هي القمر، زي ما تعودنا كل مرة في كل رسوماتنا بنرسم الدائرة الاول، بعد كده بنكمل رسمتنا. دي رسمتنا، رسمة الدايرة اللي هنبدأ نشتغل عليها. زي ما انتم شايفين ناخد هنا نبدأ نظلل جنب رسمتنا عشان يظهر القمر زي ما انتم شايفينه كده. ولو عايزين تعملوا تضاريس القمر هي سهلة، عبارة عن حاجات كده، مساحات مساحات غامقة كده زي تضاريس جوه القمر. نبدأ نشتغل على السكون بتاع الليل اللي هي السحابات السوداء، بس احنا هنعملها هنا بشكل تاني احسن من السحابة العادية او التقليدية بتاعتنا. احنا قلنا يا جماعة قبل كده كذا مرة ان التظليل بتاعنا هو اللي بينجح الرسمة. هنظلل الرسمة كلها، يعتبر هنظللها كلها عشان الرسم اللي احنا هنرسمه على اللوحة لازم يبقى بعد التظليل اللي احنا هنعمله. ولو عايزين نشتغل على التظليل بشكل تاني هنعمل اللي احنا عاوزينه. بالمنديل بتاعنا، نجيب المنديل بتاعنا كده وناخد اللي احنا عملناه عشان نبدأ نشتغل عليه ونسوده أكتر عشان ده ليل. أهم حاجة ما نسيبش ورانا خطوط زهرة للرسم. نعتبر هنرسم الرسمة كلها في الليل، يعني هنبدأ نعمل ده كله بالتظليل بسرعة كده. هنظلل كله عشان نبدأ نرسم رسمتنا على التظليل اللي احنا عاملينه. زي ما انتوا شايفين كده
احنا بنظلم على الورق ابيض بيظهر خفيف، بس لما بنظلل على اللي ظللناه بيتقل اكتر. ولو دخلنا بالقلم الاسود اللي هو البي 6 هتلاقوا ان الرسمة بدأت تسود اكتر، والليل بدأ ايه يبقى اسود من الاول اللي احنا عاملينه، اتقل في الظل. طبعا زي ما انتم شايفين كده الخطوط دي اللي احنا بنعملها دي كلها بتبقى باينه، بس لما بنعمل بالمساحة او مناديل كل الخطوط دي بتتجمع كلها مع بعض تشتغل وتبقى سايحة كلها على بعض، تبقى شكل واحد بس، مفيش خطوط خالص من اللي انتوا شايفينها دي. زي ما انتوا شايفين الرسمة اهي الخطوط كلها باينة، لو بصيتوا عليها هتلاقيها خطوط كده، بس احنا اللي عملنا كده بالمنديل كده سيحنا الرسمة دي كده، كل اللي هيسيح على بعض شبان ان فيه خطوط، هيبان ان فيه يسيح هنا بس. ومع الرسمة اللي احنا هنرسمها ان شاء الله دلوقتي هتشوفوا الاكتر والاكتر واللي هيبان معاكم الشكل الجمالي اللي هو الخلفي اللي احنا عاملينه اللي احنا سيحناه ده، هو اللي هيبان كشكل. ناخد القلم الاسود شويه عشان نتقي الحروف نشتغل عليها عشان نظهر القمر. نيجي للاستيكة بتاعتنا الرفيعة، نجيب استيكة نيجي نمسح بعد ما خدنا الجزئية دي اشتغلنا عليها، نبدأ نشتغل في رسمتنا اللي احنا هنرسمها. هناخد من هنا شجرة، الشكل ده كده. طبعا احنا عشان بنرسم رسمة يعتبر
ليلية شوية. ناخد من الشجرة دي حاجات أول مرة تشوفوها معانا، اللي هي الشجرة اللي هي نازلة كده، دي نازلة حروف كده. دي يا جماعة شجرة سهلة وخفيفة، أي حد فينا يقدر يعملها. الشجر ده بيبقى عامل زي شجرة كريسمس. نفس الشكل ده كده، هي عبارة عن خطوط صغيرة كده، بس احنا بنحاول ان احنا نشكلها بالشكل ده. لما نبدأ نعمل نسيح دي كده بشكل تاني خالص. عملنا شكل الشجرة دي بس كده، وهوريكوا ازاي بدأت اشتغل عليها سنة سنة واحدة واحدة. قلت احنا بنعملها في النص دي عشان تبان نيجي بالقلم الاسود كده نعمل دي عشان نبدأ نزهر خطوط الشجرة بتاعتنا بالظبط عاملة ازاي. شبطنا عادية في الاول، بس بعد كده احنا بنبدأ نزهر ازاي الشجرة ترسم بالظبط عشان ناخدها كده داير كده، واخدين منها حرف كده وراح نازلين بحروف كده كده، ناخد داير كده ننزل منها بسن كده، ناخد منها حروفها كده الدايرة كده زي ما انتم شايفين كده كده دي كده تنزل كده. ناخد النص كده خطوط توحي ان في فروع كتير. ناخد دي بس الاول، اهم حاجة ان احنا ناخد الشرط اللي فوق قدام دي عشان نظهر ازاي هنرسم الشجرة بعد كده. فوق اصغر زي ما انتم شايفينها كده. احنا كده ظهرنا الشجره شويه، خليكم من الناحيه الثانيه برضه اهي كده اهو ننزل كده اعمل انا بقى. هاخد المساحة بتاعتي كده
مبدأ إن أنا أكنس اللون، بعد كده بالأستيكة يا جماعة راح واخد أنور حتة اللي في النص كده، نص الشجرة، خلي بالكوا التظليل يا جماعة التظليل. هاجي هنا يا جماعة واخد حاجة بسيطة كده زي ظل شجرة تانية جنبيها، بس شبان عشان الأبعاد بتاعتنا اللي انتوا عارفينها. كده بعد كده ناخد من هنا زي صخرة كبيرة كده بنفس الطريقة دي كده، نسودها خالص كده، نعمل حاجة زي ديب كده بس هيبقى بالأسود كده. كده يا جماعه شكله ظهر قدامي، نفس الطريقة كده ارسم الشجر اللي هو بعيد قوي ده ما يبانش. انا نفسي كده بقى شفت لقيت ان منظر القمر لسه صغير، قلت اكبر الدايره بتاعته عادي جدا،
على حسب الرسمة اللي برسمها والشكل اللي انا بعمله، لقيت حاجة معايا صغرت كبرها زي ما انا عاوز، شكلها ما عجبنيش عملها اكبر. عادي جدا لما اكبر وصغر الحاجة اللي انا عاملها، مش عيب ان انا اغلط، العيب ان انا اشوف رسمة قدامي عاوز تبقى احسن واسيبها، ممكن اخليها احسن. كده بيبقى الشكل كده بيبقى احسن شوية من الاول. ابدا اغمق زي ما انا عاوز، افتح زي ما انا عاوز لحد ما نخلص رسمتنا. ناخد الشجر اللي احنا بنعمله، العشب اللي احنا بنعمله الصغير ده كده، دي شكل الارض بتاعتنا، لازم نحددها من هنا عشان نكمل شغلنا عليها. انا يا جماعه في كل رسوماتي ما بحاولش اجيب شكل الارض الا في الاخر خالص، ان انا ممكن الرسمه تطول معايا، ممكن انا برسم بفكر ارسم ايه وانا برسم بطلع رسومات اللي بتطلع معايا بعملها، لقيت حاجة احسن من شكل تاني احسن بظبطه بعمله. انا اهم حاجة رسوماتي تطلع كويسة ليكم، وانتوا تتعلموا منها حاجة تكون كويسة. هاجي هنا قلم رصاص كده، اعمل شجرة تكون شجرة شكلها احسن. الشجر ده شكله ظريف، ناخدها كده على الخف على مقفول. طبعا انا هنا بحاول اقفلها زي ما انتم شايفين عشان صورة الليل اللي احنا بنرسمها مش بنرسمها بالنهار، فلازم تبقى كلها مطفية. انتوا بتقولوا طبعا ايه اللي بترسم ده دلوقتي قدامكم، الشجرة عاملة كده ليه؟ يعني انا برسم لكم حاجة عشان توضح ليكم ازاي نبدأ نعمل شجرة وفروعها كتيرة، ونبدأ بالرسمة زي ما انتوا شايفين كده. بدأت برسمة صغيرة زي ما انتوا شايفين عشان شكلها تبقى احلى واشيك، هتشوفوها عاملة ازاي في الاخر. انا عشان اجيب الشجرة دي كده بنفس الطريقة دي عشان اظهر فروعها نازلة ازاي، فروع بتاعتها عشان بتبقى في الضلمة باينة، شوفوها ماشية ازاي بالظبط في الضلمة.
خدها واحدة واحدة كده معانا مع نفسينا كده، خدها فرع فرع زي ما انتوا شايفين كده مع بعض. شفتوا يا جماعة وصلت للشجرة ازاي؟ كده هيبان شكل القمر وراها، عشان احنا قلنا أهم حاجة يا جماعة الأبعاد بتاعة الرسمة، الأبعاد بتاعة الرسمة، لأن احنا لازم الأول نرسم القمر، بعد كده نرسم الرسومات بتاعتنا، عشان القمر هو اللي في الآخر والشجرة هي اللي في الأول. والاخر يترسم الاول، يعني عاوزين حاجة من الاخر تترسم في الاول، اللي عاوزينه في الاخر يترسم الاول، وبعد كده نرسم عليه اللي هنرسمه، اللي هنرسمه عليه هيبقى هو اللي فوقيه. واحنا نبدأ نعمل الاشكال بتاعتنا زي ما احنا عاوزين. نقفل الرسم بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده عشان تظهر الرسمة معاكم. واحنا اهم حاجة قلنا يا جماعة، اهم حاجة في الرسمة بتاعتنا التظليل، لو ظللنا صح هنبقى رسمنا رسمة صح، ونعمل حاجة دي شكلها حلو، وتظهر عندنا شكلها الخطير اللي احنا عملناه ده، وتبان بالضي بتاعها الشكل بتاعها الكويس اللي احنا شايفينه دلوقتي. ممكن نعمل اي حاجة، نعمل مثلا نبدأ نشتغل على بتاعنا، نزله كده شوية نعمل طائر هنا. زي كده نعمل واحد كمان هنا بشكل تاني. زي كده ناخد واحد هنا كمان، ممكن ناخد واحد القمر كده شكله احسن. زي ما انتوا شايفين كده
كده تكون رسمتنا خلصت. يا رب تكون عجبتكم. اهم حاجة ادعمونا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واللايك مع قناة فن الرسم حاتم المصري.